الجانب الآخر كابتن علي ماهر وفيوتشر بيأمل في الوصول إلى المربع الذهبي أو بقائه في المربع الذهبي في الدوري المصري الممتاز والمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية، هذا هو الأمل الأول ويحسب للكابتن علي ماهر ويحسب أيضا لإدارة فيوتشر الوصول لهذا المركز. يعني طبعا يحسب ان فرقه في اول سنه دوري ممتاز وتبقى توصل انها تمثل مصر في الكونفدراليه، على ما احنا سامعينه غير دلوقتي ان هو اللي هيمثل هو بيراميدز مصر في الكونفدراليه، ولكن عنده هدف تاني في الاخر تاريخيا. انت لما بتيجي السنه اللي فاتت المصري لعب على سموحه الكونفدراليه، بس في الاخر في الجدول كان سموحه هو الرابع، ففي تاريخيا بيتحط في الجدول ان انت طلعت رابع، طلعت ثالث، طلعت خامس، محدش هيفتكر ان انت لعبت البطوله وخلاص، هو في الاخر المهم ترتيبها في الجدول. فاعتقد ان فيوتشر لسه عنده هدف ان هو يخلص رابع، وممكن بالاداء اللي احنا شفناه في بيراميدز ممكن يفكر في ثالث كمان، وعنده هدف كاس الرابطه ايضا، وعنده كاس الرابطه هيلعب ام بي ماتش في السيمي فاينل ومستني الكاس برضه، لو كسب هيبقى مستني الكاس من الاسماعيلي والمحله. فانا شايف ان فيوتشر ماشي بصوره ممتازه، اشترى اللاعبين الصح. يمكن لو احنا قارنا تجربه فيوتشر بتجربه بيراميدز هنلاقي ان بيراميدز صرفوا كتير قوي والعائد لسه ما فيش بطوله. فيوتشر لا، صرف يمكن اقل شويه من بيراميدز، ولكن شايفين فرقه كويسه جدا، شايفين فرقه في يعني قريبه جدا من البطوله. لو اخذوا بطوله رابطه ده يحسب لكابتن علي ماهر والفرقه الاول سنه موجودين في الدوري. فانا شايف ان فيوتشر ماشي بخطى ثابته. الماتش النهارده زي ما وليد قال ماتش لازم يبقى ممتع، فرقتين مستريحين جدا، رابع بيلعب سادس. كابتن طارق عشري يمكن لو بصينا على اخر 10 ماتشات غالبا ما خسرش ولا ماتش، خمسه تعادل وخمسه فوز. نعم زي اعتقد هو يمكن هو ونونو الميدا الوحيدين لغايه دلوقتي اللي عاملين النتائج الجيده دي. صحيح، تسع مباريات. نعم، فانا شايف ان المباراه النهارده هتبقى ممتعه. يمكن طرق اللعب مختلفه فيوتشر عن طالع الجيش طالع برضو يعتمر من نتيجه اعتقد انها سيئه، ان انت تبقى كاسب لغايه الدقيقه 95 ويتحسب عليك ضربه جزاء فتضيع نقطتين مهمين قدام سموحه. ده برضو هيبقى هدفهم ان هم يحاولوا يجوا يكسبوا النهارده. لا انا شايف ان المباراه هتبقى جيده في مستوى.